نسير مع حضراتكم شوطنا الثالث عشر اذا ايها الحبل الكريم، واشواط الاضافيه الان تنطلق في هذه اللحظه، والمسيره تسير مع هذه الاسماء التي يقارب تعدادها الى 22 مشارك في هذا الشوط وهي من القاعدين. اقترب من البدايه وصداره الشوط، والصداره لشاهين راشد بن عبد الله المزروعي، هو من يسير الان مشهور خذ المركز الاول وسيطر على القياده. المركز الثاني نشوف المركز الثاني اللي هو شاهين وصل في المركز الثاني، او ناصي لعبيد بن سلطان بن مرخان من يحتل المركز الثاني، والمركز الثالث مطر بن سعيد الرميثي يقدم لنا مشاهدي الاعزاء سراب في المركز الثالث والمركز الرابع. هناك تقدم من خلال هذه اللحظات وتواجد لسالم بن خميس الزرعي مع مهيض ياتي في المركز الرابع ومرضي والمركز الخامس. هناك تقدم عجيب ولا مهجن، هذا ياتي المهجن ياتي في المركز الخامس لسليمان بن سلطان الخاطري. سليمان بن سلطان الخاطري شاركنا اليوم، لعل وعسى ان يحصد ناموس ويستحق كل من يشارك، ومن جد وجد ومن سار على الدرب وصل. هناك القياده، لا زلنا مشاهدينا الاعزاء في المركز الاول. الان من يسيطر مشهور راشد بن عبد الله المزروعي، راشد بن عبد الله المزروعي، لكن هناك تسلل من ناصي عبيد بن سلطان بن مرخان يتسلل من الجانب الاخر. ناصي مشاهدينا الاعزاء المركز الثالث راشد او سالم بن خميس، سالم بن خميس الزرعي في المركز الثالث مع مهيض او مع مرضي، ولكن اشوف تغيير من خلال هذه اللحظات، تغيير من شعار بن بدر، هذا هو اللي غير الان شعار بن بدر، علي بن بدر العليلي ياتي في هذا اللقاء ويحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك الظبي احمد بن كراد المهيري، ولكن اعود الى مشوش علي بن بدر العليلي ياتينا مشاهدينا، علي بن حميد بن بدر العليلي ياتي في المركز الاول مع مشوش علي بن حميد بن بدر العليلي. سلام للرعفه، سلام بالفعل مع هذا الانطلاق الصباحي ومع هذه الاشواط الاضافيه والتجهيز المميز. تهانينا علي بن حميد بن بدر العليلي على هذا الفوز، وافوز مشوش بالمركز الاول. المركز الثاني شاهين لسالم بن سعيد بن منانه، المركز الثالث ظبي احمد بن كراز المهيري، المركز الرابع مشهور لراشد بن عبد الله المزروعي. مشاهدينا الاعزاء تهانينا والناموس على هذا الفوز. توقيت زمني ابو سلطان 3 دقائق و3 ثواني، واشكر ايضا بنواس اني موجود وهذا الشاب مميز، شكرا لكم.